السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن آخر موعد لتسجيل رغبات كلية علوم المنصورة 2024، وهنتكلم عن البرامج الخاصة بالكلية. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، صلوا على النبي، ما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. أعلنت كلية العلوم بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة والدكتور أسامة إبراهيم العيان عميد الكلية عن فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد، والذي يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024. وأكدت على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتسجيل الرغبات، حيث لن تقبل أي طلبات بعد انتهاء الفترة المحددة، داعية الطلاب الجدد إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتحديد مسارهم الأكاديمي والمهني من خلال اختيار البرامج الدراسية اللي تناسب ميولهم وقدراتهم. وكمان قدمت خدمات عديدة لطلاب الثانوية وأولياء الأمور الجدد اللي بيلتحقوا بكلية العلوم جامعة المنصورة لهذا العام، وسهلت عليهم خطوات تسجيل الرغبات للأقسام المتاحة سواء لكل من شعبة علم علوم أو علم رياضة، وكذلك البرامج النوعية المعتمدة بنظام الساعات المعتمدة، وحتى يتمكن من التسجيل في الموعد المحدد بكل سهولة. بالنسبة لخطوات تسجيل رغبات الطلاب في كلية العلوم جامعة المنصورة، دعت كلية العلوم جامعة المنصورة في بيان رسمي ليها إن هناك خطوات أساسية لتسجيل الرغبات. أول حاجة الدخول إلى البوابة الإلكترونية، بوابة الخدمات الطلابية، عن طريق موقع الجامعة. بتدخل البيانات، بيدخل الرقم القومي كاسم مستخدم وكلمة مرور. بتغير كلمة مرور بعد الدخول لأول مرة، يجب على الطالب تغيير كلمة المرور. واختيار البرنامج، بيتاح للطلاب اختيار البرامج الدراسية اللي بيرغبوا فيها، وهي برامج متنوعة ومتعددة. في تنوع كبير جدا في البرامج الدراسية الموجودة في كلية علوم جامعة المنصورة. أول حاجة في برنامج الكيمياء والفيزياء لائحة جديدة، في برنامج كيمياء لائحة جديدة، وفي كمان برنامج جير فيزياء لائحة جديدة، وفي برنامج جيولوجيا لائحة جديدة، وفي الكيمياء الحيوية ده لائحة جديدة، وفي كيمياء ونبات لائحة جديدة، وفي الميكروبيولوجي لائحة جديدة، والحيوان لائحة جديدة، والكيمياء والحيوان لائحة جديدة. ده يخص طلاب علم علوم. أما البرامج المتاحة لطلاب علم رياضة، في الرياضيات لائحة جديدة، والإحصاء وعلوم الحاسب لائحة جديدة، وفي برنامج الفيزياء لائحة جديدة، وفي برنامج الكيمياء والفيزياء لائحة جديدة، وفي برنامج جو فيزياء لائحة جديدة. في برامج نوعية لطلاب علم علوم زي الكيمياء الحيوية والتطبيقية والبيولوجيا الجزئية، وفي الكيمياء والأدلة الجنائية، وفي الفيزياء الطبية، وفي برنامج جيولوجيا البترول والتعدين برنامج نوعي، وفي برنامج البتروكيماويات وتطبيقات برنامج نوعي، في التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها برنامج نوعي. وفي كمان برامج نوعية متاحة لطلاب علم رياضة زي كيمياء وأدلة جنائية، فيزياء طبية، برنامج جيولوجيا البترول والتعدين برنامج نوعي، وبرنامج البتروكيماويات وتطبيقاتها برنامج نوعي. دي كل المعلومات الخاصة بكلية علوم جامعة المنصورة لطلاب علم علوم وعلم رياضة. وصلنا كده لنهاية فيديو النهاردة. تقدروا تعرفوا أكتر معلومات عن الجامعة من خلال الدخول لموقعها الرسمي والتواصل معاهم بشكل مباشر. وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير، ومع السلامة.